اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي الكرام، وكما قلت من قبل أن حسن الأخلاق لا بد وأن يكون أولا مع الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يكون حسن الأخلاق قاصر على الناس فحسب، لا، لا نختزل مفهوم الأخلاق وحسن الأخلاق مع الناس فقط، لا، بل إن الإنسان يرتقي بحسن خلقه أولا مع الله سبحانه وتعالى، ثم مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مع الناس. مع الله أولا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومع رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ومنهجه، ومع الناس في تعاملاته فيما بينه وبين الناس. من هنا نخلص إلى أن العبد يستقيم على طاعة الله كما أمر الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الخلق الثاني، الاستقامة. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة للإنسان هو أن يكون مستقيما كما أمر الله سبحانه وتعالى. ما هي حقيقة الاستقامة؟ الاستقامة، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، هي سلوك الصراط المستقيم، وهي دين الله القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. ما معنى هذا الكلام؟ الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، أن يسلك العبد الصراط المستقيم، أي الطريق المستقيم، من غير أن يحيد عنه يمينا ولا يسارا، كما أمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. هو أن يستقيم العبد كما أمر الله جل جلاله. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى كما في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تعددت الأقوال في معنى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال أبو بكر ومجاهد: استقاموا على أن الله وحده ربهم. استقاموا على هذا المفهوم، على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو ربهم. قال ابن عباس والحسن وقتادة: استقاموا على طاعته وأداء فرائضه. قال أبو العالية والسدي: استقاموا، أي استقاموا على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والعمل والطاعات إلى الموت. وقال غيرهم: استقاموا سرا كما استقاموا جهرا، أي استقاموا في كل أحوالهم. فالاستقامة تتعلق في وقعها بالله أولا، ومع الله، ولله. فالعبد حينما يستقيم فإنما يستقيم امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى، وكما أمر الله جل جلاله، وأن يقع كل فعل منه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى ورسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي ولن تحصوا كل أبواب الخير وكل أعمال الخير. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بل
خط النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه خط لهم خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله، خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم جعل خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله وقال هذه سبل متفرقة، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي لا تتبعوا هذه السبل التي هي يدعو إليها كل شيطان فتتفرق بكم هذه السبل عن السبيل الأصلي الحقيقي الذي رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أعظم كرامة للإنسان أن يلزم هذا الصراط المستقيم، أن يعرف الله أولاً ثم يحقق الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى ثانياً، ثم تدعوه هذه المعرفة، معرفته بالله وإيمانه بالله وتصديق هذا الإيمان بالفعل والقول والعمل، فيسير العبد على صراط الله المستقيم. أما تدبرنا أننا في كل ركعة من ركعات الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى كما أمرنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أفلا نتدبر القرآن؟ اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم. بل في حديث جميل رائع يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل، في حديث جميل رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان، وتدبر معي وتخيل معي هذا الحديث وهذا التشبيه النبوي البليغ صلى الله على من علم الدنيا الفصاحة والبلاغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وداع على رأس الصراط وداع في جوف الصراط. ثاني، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وفي رواية وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع على رأس الصراط وداع في جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويحك ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. فأما الصراط، يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه، فأما الصراط هو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله. الصراط الإسلام، والسوران هما حدود الله، وهذه الأبواب المفتحة إنما هي محارم الله. فإذا أراد أن يفتح شيئا قال له ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله، الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله. بماذا يدعو؟ يقول أيها الناس، أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، لا تتفرجوا عن هذا الصراط ولا تبتعدوا عنه، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا. والداعي في جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
الإنسان حينما يقدم على أي عمل إن كان هذا العمل حرام أو كبيرة أو ذنب تجد أن هناك داعي إحنا بنسميه دلوقتي بنقول الضمير الضمير ضمير مأنبني عشان عملت كذا ضميري يوبخني لأني فعلت كذا الداعي هذا هو واعظ الله الذي وضعه في قلب كل مسلم كي يذكرك بالله إن أردت أن تقترف حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى دايما كده لما واحد يجي يقدم على فعل شيء تلاقي أيا كان هو مين تلاقي فيه واعظ بيذكره خد بالك بلاش تعمل كده هذا حلال هذا حرام افعل هذا لا تفعل هذا يذكرك دائما بالله ولكن هناك أناس في بعض الناس أعطوا أجازة مفتوحة لهذا الواعظ ادوا أجازة مفتوحة فأصبح يعيش في الأرض بلا قاد بلا قائد وبلا شيء يقوده إلى طريق الحق ليه؟ لأن الواعظ بتاعه إما نام أو اداله أجازة أو إلى آخره وهناك شخص آخر هذا الواعظ يقظان ليل نهار يذكره بالله وبما أمر الله وبما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يا ترى كل واحد فينا يسأل نفسه كيف حال الواعظ في قلبي هل هو مستيقظ أم هو نائم لنستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى فما أعظم الكرامة حينما نصل في نهاية طريق الاستقامة لنجد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا على الحوض ليسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا إن امتثلنا أمر الله واجتنبنا نهي الله قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما هي ثمرة الاستقامة؟ تتجلى ثمرة الاستقامة في أشد وأحلك اللحظات عند الإنسان عند سكرات الموت وعند خروج الروح تتنزل على أصحاب الاستقامة بالبشرى من الله سبحانه وتعالى لأهل الاستقامة تقول لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقول الله تتنزل عليهم الملائكة بماذا يا رب تتنزل ألا تخافوا الله اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة من المحققين لها في الدنيا يا رب حتى نكون من أهل هذه البشرى ألا تخافوا لا تخافوا ممن أنتم مقبلون عليه ولا تخافوا ممن تركتموه وراءكم على شيء تركتموه وراءكم ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتموه في الدنيا ألا تخافوا ولا إيه ولا تحزنوا هذا والبشرى الكبرى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون من أين كل هذا الخير يا رب من عندك وحدك نزلا من من؟ من غفور رحيم غفور غفر لنا الذنوب وستر علينا العيوب ورحيم امتن علينا بدخول جنته ودار كرامته يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم دي في سورة الأحقاف الثانية في الصلة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهلها وأن يرزقنا الاستقامة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.